www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ نيل أزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. برعاية MTN. يا سلام يا سلام. لاحظتوا يا جماعة انه دي بداية مختلفة. جمال وعاصم والشباب دخلوا عملوا البداية كده لانه حنغني اغنيات مختلفة. انا قلت العنوان، هم اختاروا هذه البداية، اختيار جيد جدا، لانه هذه الاغنية من الاغنيات المختلفة، يعني اغنية تكاد تكون الوحيدة اللي في هذا النسق اللحني. صحيح في نسايم الليل زيديني افتكر قريبه منها، ايوه ايوه، وحتى فيها الشوق في الاخر، اي الشوق ليا، بس بيختلفوا في الشوق ليا. قول لي المطلع بتاعها دي، نسايم الليل زيديني لا طيديني على الشوق ليا يا هون امتى وصالوا قريبين من بعض، بس يتفارقوا في الشوق على اي حال. هما الشباب اختاروا، كل واحد اختار الاغنية التي يراها مختلفة، اما انا فخلوا لي اغنية واحدة قالوا لي اختار، فانا اخترتها. طالما انه نحن في بحري مع عوض وابراهيم شنبات، نمشي لاستاذنا عبد الكريم الكابلي، قال لها شايفك طربانة حكوليك حكاية، ولا كنت معانا، ولا انت بتجري يا مكرز نوني،
والله شايف الصورة. الله عليه يا أخي. الله 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 لغاية ما ينقطع النفس. والله المراية أستاذ الكابلي طه الدرس. شايلين العين
حكاية ولا كنت معانا ولا انت بتجري يا سهرة سلولي ولا شفت صورة أشعلها عيوني ولا يبدأ فيه عذاب برعاية أين يا طه التحية للأستاذ الكبير الكابلي. كلام عبقري ولحن عبقري وأداء عبقري وشي مختلف. ده مختلف على حال. أنا وطه الدروس سوينا علينا الباقي منه. أها مين اللي حيبدأ علينا بالمختلف؟ دعت يا أستاذ البنات ما اختاروا حاجة. منار رماز اخترتوا شنو؟ وما تهتم وصل الناس حياة ظروف بتتحكم تغير كله خط معروف وما تهتم للأيام ظروف بتعرف
ضرب. بس غنيت شويه يا رماز، ها عليه حل القليل جميل. ال وين نادي الخضر؟ انت قال اخترت اغنيه بتقول على على قدر الشوق. عليكم يا سلام، ابدعت يا نادر هايل. والاستاذ يوسف الموصلي ابدع في هذا اللحن فعلا، ده لحن مختلف. ونمشي لعاصم البنا نشوف ماذا لديه مختلف. Thank you.
قصدك في الحب تشاركني هيهات العفاف مالكني يا حبيبي لا 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 تدورني من غالبنا وديرني عجبتوني كلكم. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.